على الارتباط اذا كان طردي ولا عكسي، وعرفنا اذا كان طردي بيبقى بالموجب وعكسي بالسالب. دلوقتي عايزين نحسب بقى معامل الارتباط. عندنا معامل ارتباط لبيرسون ومعامل ارتباط لسبيرمن، معامل ارتباط الروتب لسبيرمن. هنستبدي شوية وهناخد الأول معامل ارتباط لبيرسون. عايزين جدول زي ده بيجي لنا في الامتحان اهو، وعايزين نحل الجدول ده. عايزين نحسب معامل ارتباط لبيرسون ونحدد كمان نوعه، نوعه اذا كان طردي ولا عكسي، دي عرفناها. طيب ازاي نحسب معامل الارتباط بتاع بيرسون؟ الجدول ده احنا بنعمل جدول تاني عشان نحل الكلام ده. بننزل بالجدول اهو، انزل بالسينات ص، وبعدين س تربيع ص تربيع وس ص. س ص هربع س تربيع وهربع ص تربيع وهجيب الس في الصوت. الس عندي هكتب اهو 6 5 7 8، بنقل السينات كلها 10 6 7، والصادات 4 و7 و5 و6 و8 و7 و8. س تربيع يعني هربع السينات، هاخد واحدة واحدة من السينات كده اربعها، الستة تبقى 36، 5 25، 7 49، 8 64، 10 تبقى 100، والستة والسبعة 49. طيب نيجي بقى نربع الصادات كمان، الأربعة 16، 49، 25، 36، 64، 49، 64. أمال إيه سين صاد؟ سين صاد يعني أضرب سين في صاد، 6 في 4 يبقى 24، 35، 35، 48، 80، 42، 56. هقفل الجدول على كده وهبدأ أجيب مجموع كل خانة. السبميشن دي يعني مجموع كل خانة، مجموع السينات، مجموع الصادات، وأبدأ أحط هنا. طب ليه أنا بجيب مجموعهم؟ عشان أجيب معامل الارتباط اللي هو عايزه. القانون بيقول لي معامل الارتباط اهو، بص في الجدول في الكتاب كده، معامل الارتباط ادي القانون بتاعي، نكتبه هنا مع بعض. نون في مجموع سين في صاد ناقص مجموع سين لوحده ومجموع صاد لوحده على جذر تربيعي وجذر تربيعي مضروبين في بعض. هنا نون في سميشن سين تربيع ناقص بين قوسين كده سميشن سين سين الكل تربيع، يعني التربيع فوق فوقيها كده، وبعد كده هنا نون، نون يعني عددهم. سميشن صاد تربيع ناقص سميشن صاد الكل تربيع. ايه نون دي؟ نون دي عددهم، ادي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عددهم 7. المفروض انا هكتب هنا 7، هضرب في سين صاد. فين مجموع سين صاد؟ لو انا مسكت سين كده في صاد وقعدت جمعت الارقام دي كلها هلاقي الرقم الايه المجموع 320، ولو جمعت مجموع صاد تربيع الارقام دي هلاقيها 303، وحجمها دي هلاقيها سين تربيع اللي هي 359، مجموع الصادات 45 ومجموع السينات 49. هعوض كده يبقى 7 في سين صاد اللي هي دي اللي هي 320 ناقص مجموع السينات اللي هي 49 في مجموع الصادات على جذر التربيعي، احنا قلنا نون 7 برضو، هضرب السبعة دي في ايه؟ في مجموع السين تربيع اللي هو ده اللي هو 359 ناقص مجموع السين كل تربيع، مجموع السين اهو 49 ده بس اعمل له تربيع، هعمل كده جذر التربيع التاني بتاع الصادات اهو نون 7 برضو في مجموع الصاد تربيع اللي هي دي 303 ناقص مجموع الصاد 45 كل تربيع. هحسب الحسبه دي بالكالكوليتر هتطلع لي، لو هحسبها بالكالكوليتر هتطلع لي 3 3 3 علامه. طيب وطبعا ده طردي، نوعه لقيته طردي. انا عايزه بس اعملها بالكالكوليتر عشان اوريكم الطريقه ازاي. ادي الكالكوليتر اهو، لو انا دوست على مود
هلاقي بص كده نمرة واحد وتلاتة واربعة، انا عايزة نمرة تلاتة اللي هي ستارت، هبص على هدوس على تلاتة، بعد كده هدوس على نمرة اتنين اللي هي ايه A بلس بي اكس، دي النمرة اتنين ان انا بدخل فيها الاكسات والوايات. الجدول بتاعي هبدأ ادخل الجدول ده من اوله كده اللي هي السينات، هدخله ازاي؟ اكتب ستة يساوي خمسة يساوي سبعة يساوي تمانية، وبعدين عشرة، وبعدين ستة يساوي، وبعد كده سبعة يساوي، وهروح كده في الجنب، انا جاية في الجنب كده، وهطلع فوق على نمرة واحد برضو، كتب واحد اهي، هبدأ اكتب الصادات برضو اللي هي اربعة يساوي سبعة وعلامة يساوي خمسة، وبعدين ستة، وبعد كده تمانية، وبعدين سبعة، وبعدين تمانية يساوي كده. انا دخلت السينات والصادات، هدوس ايه؟ هطلع بره خالص كده، تسجل معايا الجدول. انا عايزة استدعي ايه بقى؟ المجموع بتاع كل واحد كده اوتوماتيك، اعمل ايه؟ هدوس على شيفت، وبعدين ادوس على نمرة واحد، يبقى انا بدوس على ايه؟ شيفت، وبدوس على نمرة واحد، هلاقي كلمة سم، يعني المجموع بتاع كل حاجة انا عايزاها. نمرة تلاتة دي اللي انا بدوس عليها، يبقى انا بعد واحد ده هدوس على نمرة تلاتة اللي هو السم. طب هدوس على تلاتة، هيجي لي كل السمات اللي انا عايزاها، مجموعات، المجموع بتاع كل حاجة، مجموع الاكس، مجموع الواي. تعالوا نشوف واحدة واحدة كده، لو انا عايزة مجموع الاكس دي رقم كم؟ مجموع الاكس نمرة اتنين، يبقى انا هدوس على اتنين واقول يساوي اهو 49 اهي، ادي 49 اهي. طيب هطلع تاني واقول كل واحدة لوحدها بقى، هدوس على مثلا مجموع الايه الواي، ادي مجموع الواي نمرة اربعة، يبقى ادوس على اربعة واقول يساوي، طلع لي مجموع الواي. طيب فهمنا الكلام ده، هدوس على شيفت واحد تلاتة، يبقى انا عايزة مثلا مجموع الاكس باور 2 اللي هي دي اللي هي سين تربيع، ادوس على كام مجموع السين تربيع نمرة واحد، يبقى ادوس على واحد مجموع السين تربيع، هو يقول لي على طول مجموعها كام. طب نفرض انا عايزة القانون على طول يتكتب كده، ندوس كده على ايه؟ شيفت واحد نمرة خمسة، دي الريك دي هي دي اللي انا عايزاها، هي دي معامل الارتباط، هي نمرة خمسة دي، ادوس على خمسة كده بيجي لي راهي ار، هي دي ار، هي دي معامل الارتباط، هي نمرة تلاتة، ادوس على تلاتة بتساوي، جابها لي جاهزة 0.337 اهي دي القيمة اللي طلعت لي دي على طول جاهزة، يبقى انا مجرد ان انا بتأكد بالكالكوليتر. شكرا.